اخذ مرتد ما بس من خارج خارج بس هو حرس نينوى، وفي حينه ايضا حرس نينوى قياده كامله. الان في موقعنا هذا الموقع ثاني فقط الفوج الاول وتقدم. انا اريد اختصر، ما اريد اقول انه صار قصف منطقه تلياره واللي هي تعتبر منطقه فعلا صدرت اوامر في نفس المنطقه. اما لواء 73 سد الموصل اللي هي بقياده الفريق علي 4/11 في تقدم لواء 73، وفعلا قدمت قطعات ايضا شريط مغاوير. هلا الله يساعدهم. عافيه عافيه بطال، رفع راس. هذا يوم نينوى، يوم الموصل. ابناء حرس نينوى المتدربين والجاهزين للتضحية بأرواحهم في سبيل نصرة العراق، أمن العراق، وطرد الإرهاب داعش المجرم، وفرض الأمن، وبعد ذلك إن شاء الله إعمار نينوى مع أهلها. إحنا بالتأكيد في فرح غامر مما نرى من كفاءة أبنائنا وأخوتنا القادة، وهذا الأمر جاء بعد جهود مضنية ببناء قوة محترفة قادرة دخلت كل المعارك وانتصرت، وستري الأعداء في الأيام القادمة بأسها داخل مدينة الموصل. نحن على أبواب الموصل كيلومترات قليلة، وفعلا أسود حرس نينوى ينتظرون ساعة الصفر للانطلاق إلى داخل المدينة. القوات المشتركة في قطع الشمال، كل النيران يقومون بكل هذه المهام في بغداد. لا زالت في الحكومة الاتحادية من وجود وزارة الهجرة هنا، وزارة التجارة، فريق العمل المختص الذي شكل في بغداد لمتابعة أحوال النازحين. نتوقع نزوح أعداد أخرى كبيرة في الأيام القادمة، ولكننا طبعا نقول لأهلنا ابقوا في منازلكم، وأرجو أن لا يخرج أي شخص إلا مضطرا، لأن البقاء في المنزل هو الأجدى والأسلم لحياته ولحفظ المدينة ولعدم السماح بالعبث بها لاحقا. ملاحظاتنا على أداء القوات الأمنية عموما ممتاز، لا يوجد أي تجاوزات على الناس، هناك احترام وهناك رعاية وهناك شعور عالي بالمسؤولية من قبل حرس نينوى، من قبل الجيش العراقي، مكافحة الإرهاب، كل الأطراف التي تقاتل الآن في نينوى تلاحظ هذه القضية. ونحن ندعو إلى مراقبة شديدة ودقيقة لأحوال الناس وعدم السماح بأي تجاوزات. وما تسرب من تجاوزات قبل أيام طلبنا التحقيق فيها من قبل السيد رئيس الوزراء لنعرف من وراء تلك التجاوزات، ويجب أن يردع حتى لا يكون هناك تسيب وتكرار لهذه العمليات في المستقبل. أنا طبعا جاهز لأسئلتكم، ولكني أقول أن النصر متحقق بإذن الله، والتحرير قريب، وهزيمة داعش المجرم قريبة إن شاء الله. وما رأينا من عزم الرجال وشجاعة الرجال هو كافي لقناعتنا قناعة كاملة أننا في الأيام القادمة سنطهر أرض نينوى من هذه العصابات الإجرامية. هدفها الأول هو حماية المدنيين وحماية المدينة. التنظيم الإرهابي يستبيح كل شيء، ولا يتورع عن تفجير السيارات المفخخة والقنابل داخل الأحياء السكنية، ويقتل المواطنين بصورة عشوائية. فالقوات المهاجمة المحررة تجد صعوبة كبيرة في التقدم سريعا، وإذا كان هناك غض النظر عن المسؤوليات ممكن أن يحرروا الساحة الأيسر خلال أيام قليلة، ولكن هذا غير مطلوب. المطلوب هو التحرير مع حفظ الناس وإنقاذهم وحفظ المدينة، هذا هو الواجب الأساسي.
ونحن مع الوقت المفتوح والتحرير وليس الاستعجال. أي انتهاكات مرفوضة من قبل أي طرف، ونحن بالتأكيد نراقب هذا الموضوع وندعو للتحقيق، ولكن بصورة عامة أداء القوات الأمنية متميز.